أيضا نتابع الآن مشاهدينا لقاء خاص أجراه التلفزيون المصري مع المهندس أحمد أديب مدير المحلب الآلي المتكامل في مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات. أهلا بكل السادة المشاهدين، برحب بحضراتكم من مدينة السادات بمحافظة المنوفية التي شهدت افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع السادات للإنتاج الحيواني والألبان، أحد أهم المشروعات في إنتاج الثروة الحيوانية. أتواجد تحديدا هنا في المحلب الآلي المتكامل، أحد أهم المشروعات الموجودة داخل المجمع، والذي يقوم بعملية حلب الأبقار باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وحتى تصل الألبان للمواطنين بطريقة سليمة وصحية. للحديث أكثر حول هذا المعمل الآلي أو المحلب الآلي المتكامل للألبان، يسعدني أن أرحب بالمهندس أحمد أديب مدير المحلب الآلي المتكامل. برحب بحضرتك يا باشمهندس، بعد التحية ألف مبروك طبعا على إنجاز وافتتاح هذا المشروع من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لو تحدثني أكثر عن أهمية المحلب الآلي المتكامل واستخدام التكنولوجيا الحديثة ليتم وصول الألبان للمواطنين بطريقة سليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا الحمد لله بدأنا ان احنا نستخدم احدث الوسائل والنظم في مزارع الألبان، وكذلك علشان نقدر ان احنا نوصل بأعلى إنتاجية وأعلى جودة للمنتج، ويتم توصيلها للمستهلك بصورة آمنة وسليمة. ماذا عن التفاصيل الخاصة داخل المحلب الآلي من حيث الأجهزة الموجودة، الإجراءات التي تتم لحلب الأبقار، وأيضا مسألة التعبئة حتى تصل الألبان للمواطنين؟ هنا حضرتك بيبدأ المحلب بينقسم لقسمين، أول قسم صالة الحليب، ثاني قسم صالة التبريد. صالة الحليب هنا بيبدأ دخول البقر على منطقة الغسيل، ودي بيبدأ نزول رذاذ مياه على ظهور الأبقار علشان نبدأ إن احنا نخفف العبء الحراري على الأبقار علشان نقدر نوصل بها لأعلى إنتاجية. وهنا بيبدأ دخول البقر لمنطقة التجفيف علشان برضو يجفف المياه اللي نزلت على البقر في مرحلة الغسيل، وبعدها بيتم نقله إلى منطقة الحليب. بيتم هنا حلب الأبقار بأحدث نظم توصلت إليها مزارع الألبان. عندنا المحلب بتاعنا مكون من 48 نقطة حليب، كل نقطة مجهزة بوحدة ذكية، وحدة شاشة ذكية. بتبدأ الوحدة إن احنا نتعرف عليها على رقم كل بقرة، وكذلك على الكمية المنتجة لكل بقرة. بيتم بعدها نقل اللبن من صالة المحلب أو صالة الحليب إلى وحدة تبريد مفاجئ بيتم فيها خفض درجة حرارة اللبن من 37 درجة مئوي إلى 4 درجة مئوي. وفي المرحلة دي علشان نقدر نسيطر على العد البكتيري وكذلك على صحة وجودة وسلامة اللبن. وهنا بيتم في المرحلة دي نقل اللبن من صالة الحليب لوحدة تبريد مفاجئ دون تدخل أي أيدي بشرية. وبعدها بيتم تخزين اللبن عندنا في 5 مبردات، عندنا سعة كل مبرد 10,000 لتر، يعني عندنا إجمالي 50,000 لتر. بيتم تخزين اللبن لحين نقله إلى الشركات المختصة بواسطة سيارات نقل مبردة مخصصة لذلك. بعد كل حلبة بيتم عمل دورات غسيل أوتوماتيكية للمحلب بالكامل وخطوط الحليب، وكذلك التنكات بعد تفريغها من الحليب بالمياه الساخنة والمطهرات والمعقمات عشان نقدر إن احنا نوصل لأعلى جودة وأعلى سلامة للمنتج بتاعنا. واللي بيميز المزارع الآلية أو المحلب الآلي بيتم ذلك السيطرة على البقرة والتحكم فيها، وكذلك الوصول بها لأعلى إنتاجية علشان نقدر نحقق الاكتفاء الذاتي للمستهلكين في مصر. باشمهندس، أخيرا ماذا عن المهندسين العاملين داخل المحلب الآلي المتكامل؟ هل هناك تدريب ليهم أو الدور اللي بيقوموا به داخل هذا المحلب؟ حضرتك هنا المحلب بيبقى مسؤول من مهندس او اتنين حسب سياسة كل مكان. المهندسين بتبقى متدربة على اعلى مستوى وواخدة كورسات على اعلى مستوى. بيتم بعدها التعامل مع الفنيين ان احنا نبدأ ندربهم ونعلمهم ازاي يبدأوا مرحلة الحليب وكذلك مرحلة التخزين علشان احنا نقدر بيها نوصل بيها لأعلى جودة من اللبن.
بشكر حضرتك المهندس احمد الديب مدير المحلب الالي المتكامل، شكرا لحضرتك يا فندم. يعني كما تابعنا الساده المشاهدين، يعني هذا الدور الكبير الذي يقوم به المحلب الالي المتكامل لحلب الابقار باستخدام احدث التكنولوجيا والخطوات التي تحدث عنها المهندس احمد الديب، يعني خطوه جديده ومشروع هام سيضيف لزياده الانتاج الثروه الحيوانيه والحفاظ ايضا على الالبان حتى تصل الى المواطنين بطريقة سليمة وصحية. شكرا لكم وعودة إليكم مرة أخرى.